مشتبه به تقتله الشرطة في ميونخ، وهجوم في زولينجن راح ضحيته 3 أشخاص، وإحباط هجوم على حفل تايلور سويفت في فيينا، وعشرات الهجمات التي نفذت أو أحبطت لأشخاص على صلة بداعش أو جماعات متطرفة. أحداث قد تبدو منفصلة، لكن بينها رابط قد يثير الاهتمام. فمن بين 58 شخصا تم القبض عليهم بسبب تنفيذ أو التدبير لهجمات منذ أكتوبر الماضي وحتى يوليو 2024، 38 منهم هم مراهقون لا تتعدى أعمارهم 20 عاما، وفقا لبحث أجراه بيتر نيومان أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج. فكيف حدث ذلك؟ ولماذا يجند داعش والجماعات الإرهابية مراهقين دون 20؟ يبدو أن تنظيم داعش الذي كان قد اعتمد استراتيجية السيطرة على الأرض في سوريا والعراق عاد إلى ما يسمى استراتيجية الذئاب المنفردة، بحسب الكاتبة أنشال فوهرا في الفاينانشال تايمز، وهي الاستراتيجية التي تعتمد على تجنيد عناصر لتنفيذ هجمات بشكل منفرد، غالبا ما تكون ضد أهداف مدنية وتجمعات. لكن الأحداث الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا. في السابق كان من السهل على الشرطة تتبع من لديهم ميول متطرفة، فهم يترددون على أماكن معينة ويحاطون بأصدقاء قد تكون لديهم الميول نفسها، كما يقومون بزيارة مواقع معينة على الإنترنت أو يراسلون أشخاصا بعينهم ربما يكونون تحت رقابة السلطات الأمنية وفق تقرير للمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب. لكن أعمار الذين ينفذون أو حاولوا تنفيذ هجمات داخل أوروبا في الشهور الأخيرة قد تشير إلى اتباع تلك الجماعات المتطرفة وسيلة جديدة، وسيلة تواصل يفهمها من يطلق عليهم جيل زد، ومنها تطبيق تيك توك على سبيل المثال. هناك صفحة جديدة باستهداف الشباب دون 20 عام، ونستطيع أن نقول ربما في بعض التقارير جاءت عبارة نحن أمام إرهاب وتطرف التيك توك، وهذا يعني بأن الجيل الذي يستخدم السوشيال ميديا في هذه الأعمار هم المستهدفين. لكن لماذا تجند داعش أشخاصا من صغار السن قد يفشلون في تنفيذ عملية كلفوا بتنفيذها أو يغيرون رأيهم في الأمر برمته؟ السبب هو أن هؤلاء الصغار لا يلفتون الانتباه إليهم، كما أنه من السهل التأثير عليهم بحسب تصريحات الباحث بيتر نيومان لCNN. وهنا يبرز سؤال آخر، يمتلك ملايين الأشخاص حول العالم حسابات على تيك توك، ويمضي الكثير من الشباب وقتا طويلا في مشاهدة الفيديوهات المنشورة على المنصة، فكيف تنصب الجماعات المتطرفة فخاخها وتستقطب هؤلاء الشباب وصغار السن من على هذه المنصة أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي؟ الموضوع لا يتعلق بخوارزميات بقدر ما يتعلق بالاهتمامات، يعني الخوارزميات تتعلق دائما ترتبط بالاهتمام. أنت تهتم بالشعر بياخذك للشعر، تهتم بالأسلحة بيأخذك على الأسلحة، تهتم بالكيمياء بيأخذك على الكيمياء. فعمليا هذه الخوارزميات هي مرتبطة باهتمام الإنسان. إذا ما وضع لايك أو وضع تعليق معين ملفت للنظر على أي رسالة من الممكن أن توجه رأي عام، هنا يكون تارجت، هنا يكون هدف. هذا الهدف يتم متابعته من خلال الخلايا اللي موجودة على البث. لكن الأمر قد يتعدى في بعض الأحيان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويشير تقرير لمركز صوفان إلى أن داعش استخدم بالفعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وبث تبنيه لهجمات. كما تشير تقارير مختلفة إلى أن العناصر المتطرفة تعتمد استراتيجيات مختلفة للوصول إلى الشباب الذين تريد ضمهم إلى صفوفها، فلا يقتصر تواجد المتطرفين على الإنترنت على منصة واحدة، بل هو مزيج من مجموعات كبيرة ومتنوعة من المساحات الرقمية، منها التطبيقات والميمز والستيكرز والألعاب العنيفة، حسب ما جاء في تقرير المفوضيات الأوروبية. لدينا في السجون من يجلس فيها من سن 13، وكما رأينا الشاب البارحة عمره 18 سنة، وفي فيينا في قبل 3 أسابيع محاولة تطرفية من شابين أحدهما 17 سنة والآخر 19 سنة. وهنا لا ننسى دور السوشيال ميديا الذي يلعب دور مهم جدا في عملية التطرف.
الأمر المثير للانتباه أيضا أن المحتوى المتطرف على الإنترنت والذي يستهدف الجيل زد منتشر أيضا في دوائر اليمين المتطرف من خلال اتباع الأساليب نفسها التي تستخدمها الجماعات الإسلاموية. وفي النهاية يبقى السؤال، من الذي يمكنه إيقاف هذه الظاهرة؟ وهل يقع الأمر على عاتق الجهات الأمنية أم على التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي لا تقع تحت مظلة القانون الأوروبي؟ حركات الإنترنت تعتبر تحدي إلى أجهزة الاستخبارات والوكالات الأمنية في دول أوروبا. للأسف أنه هذه المحركات هي أيضا معنية في موضوع نشر الخطاب المتطرف وربما المحتوى المتطرف، وهذا ما يمثل تحدي أمام أجهزة الأمن والاستخبارات.